وقع في شر أعماله، عم يتكلم من واصل. هو في البيت يتكلم من انت لسه بتتكلم من ليه؟ ما كنت في البيت، كنت في المكتب يا جدي. في المكتب مش في واصل؟ بس يا جدي أرخص. واصل مجاني، تقول لين أرخص؟ لكن أنا كنت في مكتبنا في بورسودان. في اللبيض، في مدني، في بورسودان، الكلام من واصل لواصل بالمجان. كلم أهلك وحبانك مجاناً داخل شبكة واصل بجميع أنحاء السودان، في البيت، في المكتب. واصل من ثابت مكتب. ثابت مغطينا.